اخر سؤال بقى. بص السؤال ده حلو بقى وهيطرع علينا القعده. انت بقى اللي فات ده كله مش هتخسر حد تاني. الحمد لله. هنفترض ان محمد فؤاد غير متزوج ولا عمره كان متزوج، شغال، والفنانات اللي هنشوفها مره مقدور عليها راضيه بالظبط لو على زق ما دي اللي فاضله بقى كده، يبقى ما فيش لا بيت ولا حاجه خالص. تيجي لي انا بقى، تيجي لي ماشي. الحصار كله الخطه كده. الحصار كله، ما دي خطه بقى عشان كش ملك بقى، فهتروح فين يا فوق؟ قولي. دلوقتي زي ما قلت لك انت غير متزوج، تمام، ولم تتزوج من قبل، والفنانات دول غير متزوجين ولم يتزوجوا من قبل، ولازم تختار واحده منهم. هتختار واحده وقدامها الثانيه مثلا اللي هتطيرها، هيطلع لك واحده غيرها، هتفضل تختار كده لحد ما تشوف مين بيطلع لي في الاخر حد اللي هتكمل معاه. لا والله. اه والله دي حلوه قوي. هتعدي حلوه دي. يلا احنا بنلعب يا جماعه. ايوه. فما بين نيكول سابا وشيرين، شيرين شيرين تكسب معانا. بس مش سريع السريع. يلا اهو. وما بين شيرين وامال ماهر، شيرين برضه، ولسه شيرين مكمله معانا. وما بين شيرين ومريم فارس، اهو اللبناني دخل بقوه بقى، اهو دخل برجله اليمين. وايه تزعليش يا شيرين، معلش يا شيرين. ومريم فارس طيرت شيرين، ولسه دلوقتي هنشوف ما بين مريم فارس وانغام. نعتذر لانغام. نعتذر للفنانة أنغام عشان يعني ده. لا ده هو افتراض بس يعني اللبناني لسه مكمل معاه عشان بس يعني عشان يطر علينا القعدة. الوحدة العربية يعني أنغام مش هتزعل مننا. طبعا طبعا خليها شوية. طيب ماشي. طيب وما بين مريم فارس ونانسي عجرم، وكده اتنين لبناني دخلوا في المسابقة والدنيا عليت قوي. نانسي عجرم وش على طول. اوعى بقى يا نانسي. طيب نعتذر لمريم. نعتذر لمريم طبعا تريح شوية. ما بين نانسي عجرم ومايا دياب، اهو كده المنافسة اشتدت بقى واحتدت والوتد شد قوي يعني. مايا وتد جامد، خلي بالك. انا عارف والله يعني انت داخل على صاحبتي جدا وجدعه جدا وانسانه رائعه. اي نانسي عجرم بعد ما صاحبتك كبرت. ودلوقتي الجوله النهائيه، وبعد ما اختار نانسي عجرم بقى دخلنا بقى في الشديد قوي. نانسي عجرم وهيفا وهبي، نانسي عجرم وهيفا وهبي، نانسي عجرم هيفا بتطير الكل. ايه؟ هيفا بتطير الكل. طبعًا. بس انت سيدي الكل طبعًا بقى، فشوف تختار مين. صعبة صعبة بجد. هو بصي هيفا صاحبتي جدا واحنا اصحاب جدا بجد. بس انت ستايلك نفسي ورائع ويعني شكلك ستايلك جدا. دي عسل. هو مشكلة نانسي. نانسي ان انت حبيبها. مش حبيبها كمان يعني، هي طلعت يعني قالت انا ما بسمعش غير محمد انت فؤاد. حبيبها هي قالت في مره طب ما انا ما بسمعش غير محمد فؤاد يا حبيبتي، ربنا يخليك. ايه بقى لازم اشيل لك جميل على راسي. طب ما انا كمان وانت مش شايل لك جميل. شايل لك طبعا جميل. حط صورتك تشلني؟ طبعا حط صورتك بقى. طب نزلوا لنا صورتي بقى عشان هالشاشه هتضل خالص. لا بعد ينفع الاثنين و... لا لازم واحده. ننوسه. ننوسه وكسبت نانسي عجرم قلب محمد فؤاد. ونقول لها ألف مبروك على الجوازة، وإن شاء الله في انتظار الحادث السعيد. يا فوقش أنت عسل، وبما إنك أنت يعني كسبت لازم تغني لي. يا عينيا. تغني لي إيه؟ يا أصيل يا أصلي. يلا بينا يا فوقش. يلا. أوبا.
يقدر يخليني لحظة أفكر إن أقلب عليك وأتغير مش أنت اللي يوم أنساك يا أصيل يا أصيل والله لو غيرك يا أصيل أنا زي ما أنت عامل بأصلك ما أكيد عامل بأصلي يا أصيل يا أصيل والله لو غيرك يا أصيل أنا زي ما أنت عامل بأصلك ما أكيد عامل ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه معانا العسل محمد فؤاد ودلوقتي هنلعب معاه ابجد هوس. ابجد هوس دي لعبه ارتجاليه اوكي. الحروف الابجديه عارفها يا فؤش؟ ايوه. الالف ب ت اوكي. هنعمل منهم قصه. انا اقول لك حاجه بالالف وانت تقول لي حاجه بالب لحد ما نكون قصه جوه سياق الموضوع بالحروف. هبتدي انا يعني تعالى نعمل مثلا قصه فانز مجنونه، واحده من الفانز مجنونه بيك وانت مش عارف تعمل ايه، كان انت محمد فؤاد ماشي؟ أنا بحبك قوي. بقول لك إيه؟ تعملهمش عليا. تخيل أنا مش قادر أصدق إن أنت واقف قدامي بجد يا أستاذ فؤاد. ثواني عشان بخلص موضوع كده وهتكلم معاكي، يعني هديكي وقتك يعني وأتكلم معاكي. جميل قوي يا لهوي. مارة. خسارة. دلوقتي أنا عايز أفهم، أنت بتحبيني على إيه؟ زيك ما لقيتش حد خالص، فأنا مش مصدقة نفسي إن أنا واقفة قدامك. روح 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 روح. أنت بتكذبي عليا. مش ليه صح؟ زعلانة منك. سؤال عايز أسأله لك. شوف أنت تقول اللي أنت عايزه. يعني إيه؟ صاد.
صاد ايه يعني مش حافظ؟ طب هاتوا كل ده. ما هو ما يبلك اهو. صابر على اللي بيجرالي. ضميري مش مريحني كده، وحاسه ان انت ان انا مقصره في حبي ليك. انا بحبك قوي قوي قوي. ايه انتوا لازم حد يعني تسلميني الحرف الاول. والله انا طيب. انا كنت بليد في يعني لا ما هو اقولها ورا بعض كده يعني اقولها ورا بعض انما بالراحه اغلط فيك. لا لا احنا وصلنا لفين؟ احنا دلوقتي الطه. يلا انت طه. قلت طه عين غين فيه فين؟ طه ظه. انت طه يعني. ظريف قوي لون شعرك. فظيعه قوي الشاكت بتاعك. قمر قمر قولوني تعبني. ليه؟ لو انت بقى هتحطي في دماغك الامور الصغيره دي وهتفتكري ان انا ممكن اصدق ان انت بتحبيني بجد، تبقي مش فير يعني. أنا عارف إنك بتضحكي عليا. مش مصدقني؟ قولي الحرف اللي بعديه على طول. نون نون نو.